انطلاقة الأشواط المستمرة في هذا الاندفاع الشوط التاسع الذي أعلنت بداية انطلاقته يحمل الإبكار الإذاعة المحليات الأصايل في 6 كيلومترات لتتنافس على تحقيق الناموس والفوز في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. نذهب ونتقدم مباشرة ونبحر في عمق الميدان مع هذه الدانات، دانات الأصالة والتحدي وبن القهناك الكايدة تقود المشاركات، الكايدة لاسمه الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يقودها في التضمير، بينما المركز الثاني بلسم تاتي في المركز الثاني، بلسم من هجن العاصفة بقيادة الواثغ حمد بن راشد بن غدير على المركز الثاني، وسراب كذلك على المركز الثالث بشعار هجن العاصفة، بينما المركز الرابع تقدم فيه الشاهينية لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبيد بن محمد بالضبيعة يقودها في التضمير. خامس المراكز تاتينا سلهودة من هجن العاصفة بقيادة الواثق على المركز الخامس، والمركز السادس تقدمت فيه الشاهينية لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. أما المركز السابع في هذه اللحظات شواهين من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. نشوف المركز الثامن ونلقى شواهين لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب مع سالم بن حمد بن هيان العامري. والمركز التاسع هذه الطويلة تعود ملكيتها لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوب مع سعيد بن عبيد الحميري. والمركز العاشر روعة تاتي في المركز العاشر من هجن الرياس وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي يضمرها. هذه العشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة في هذا التواصل وهذا الانطلاق، اكمال ندانا الاول للعشرة المراكز الاولى في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات، من ثم العودة الى مقدمة الشوط والمراكز الاولى لنتابع التغييرات ونتابع الانطلاقات هناك على مقدمة الشوط. المركز الأول هناك نعود مرة ثانية على الكايد اللي تسيطر، الكايدة تقود المشاركات وتندفع بالمركز الأول، تسيطر على مقدمة الشوط لاسمه الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي أحد الشباب المضمرين يقودها إلى المركز الأول، بينما المركز الثاني سراب تأتي في المركز الثاني بشعار هجن العاصفة بقيادة الواثغ حمد بن راشد بن غدير. والمركز الثالث تتقدم سلهودة كذلك بشعار هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز اللي في المركز الثالث أما المركز الرابع الشاهينية لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وياتي عبيد بن شينان أو عفوا لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وياتي عبيد بن محمد بالضبيعة الذي يضمرها على المركز الرابع والمركز الخامس. هذه بلسم 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 من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يقدم بلسم على المركز الخامس. هذه الخمس المراكز الأولى، الخمس اللي انفردت، ولكن بناخذ الخمس المراكز الأخرى. المركز السادس، سادس المراكز تأتي في روعة من هجن الرياسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، بينما المركز السابع شواهين لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وسفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري يقودها في التضمير، بينما المركز الثامن تتقدم في ثامن المراكز في هذا الانطلاق والاندفاع، وصلت مياسة من هجن الرياسي بقيادة حمد بن أحمد بن مايد الخيالي. والمركز التاسع هناك تتقدم في هذه اللحظات لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن راشد بن حمد بن غدير يقوده في التضمير، ولكن تدخلت في هذه اللحظات مش
مشاهدينا متابعينا الكرام، شوف الدخول وشوف التحرك من هملولة لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، يتولى عملية تضميرها. هذه المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحديات التسع المراكز، ولكن المركز العاشر الشاهينية لاسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن راشد بن بخيت أو راشد بن سالم بن بخيت الذي يضمرها. هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز والنداء الثاني بالنسبة في مسار هذا الشوط، وهو تاسع أشواط مساء هذا اليوم في تحديات سن الإذاع، في تحديات سن الإمتاع وسن الإبداع في هذه الانطلاقات. نعود إلى المراكز الأولى، نشوف هناك الزحف ما شاء الله والانطلاقات الجميلة من شعار هجن العاصفة، هجن الشتاء والصيف، هجن العاصفة. مشاهدي العزاء، شوف المثلث الجميل، شوف الثلاثية الجميلة، شوف هذه الانطلاقات الرائعة. تابعوا يا جماهير، يا مشجعي هذا الشعار، يا محبي شعار العاصفة وهجنها في هذه الانطلاقات وهذه الأمسية الجميلة الذي تقدم العاصفة. كل ما هو جميل منتصف الموسم، هذه بشاير خير يا الواثق، بشاير خير هناك إلى السباقات القادمة إن شاء الله والرسمية، والانطلاق الجميلة مع شعار هجن العاصفة بهذا الانطلاق والاندفاع الجميل. هناك سلهود وسرابة، وكذلك الذي تأتي مشاهدينا متابعي الكرام شواهين، شواهين وسلهود وسرابة على المركز الأول والثاني والثالث بشعار هجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير في هذه الانطلاقات والتحديات والسباقات التمهيدية والجميلة والاستعدادات للأيام القادمة والموسم القادم إن شاء الله بالنجاح وبالفوز مع هذه التحديات الجميلة. يا سلام، المركز الرابع، وصلت بلسم من هجن العاصفة بقيادة الواثق على المركز الرابع. المركز الخامس هناك الشاهينية لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن حمد بن غدير يقودها في التضمير على المركز الخامس، بينما المركز السادس من هجن الرياسة اللي هي روعة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. يا سلام، ولكن العودة إلى المراكز الأولى، العودة إلى الانطلاق الأول مع هذا الشعار الجميل، مع هذا الشعار الذي يحمل دائما روعة جميلة في تحديات التنافس والرقص في الأمتار الأخيرة، وشعار هجن العاصفة في هذه الانطلاقات الجميلة. واحجزوا الأول لهذهاب ويابي كسبها سيوف الذهب متراصفة، هذه العاصفة هجنها مع هذا الانطلاق والاندفاع. شواهين على رأس حربة هذا الشوط، شواهين على المركز الأول، ارقصت في الأمتار الأخير مجموعة شواهين طارت بها إلى المقدمة إلى الانطلاق الجيد والجميل. الله يا شواهين، ما شاء الله يا شواهين، شواهين في الأمتار الأخيرة، الميتين متر الأخيرة تصل شواهين تعلن الفوز من أمام المنصة والساحة الخضراء والجماهير المتواجدين في المنصة، صفقوا لها، تستحق شواهين، تستحق الفوز وناموس. يا سلام، شواهين هناك، وهناك أيضا بلسم، وهناك سرابة في ثلاثية جميلة لهجن العاصفة المركز الرابع، روعة من هجن الرياسة والمركز الخامس، وصلت في شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام كان هذا الشوط وأثارته وحماسه الجميل والرائع، ولكن تمكنت من الفوز شواهين. بنشوف توقيتها الزمني في 6 كيلومترات، هذه شواهين حققت توقيت زمني مقداره 9 دقائق على شاشة التلفزيون مع أبو عدنان، و 2:24 و9 دقائق 24 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهنينا لهجن العاصفة، تهنينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما وصلت سرابة في المركز الثاني بتوقيت زمني 9 دقائق 26 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. وكذلك هناك سلهودة أيضا ب9 دقائق و27 ثانية وجزئين من الثانية، أو 9 دقائق 26 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة على الثلاثية الجميلة، تحياتنا للواثق على هذه
على هذا الفوز والناموس. شوط ينتهي وشوط يبدأ ليحمل لنا أيضا أسماء صالت وجالت وأسماء جميلة في فية المهجنات على صايا